صبحكم بالخير. ميزة جديدة موجودة في الآيفون تمكنك من أنك تسوي سكان مسح ضوئي لجميع المستندات حقتك، بطاقة، أي شيء، وحتى تقفلها برقم سري عشان تحافظ عليها بدون أي برامج. بنشوفها سوا. والطريقة سهلة، من تطبيق الملاحظات اللي هو تطبيق أساسي في الجوال، بعدين نضغط علامة الزائد مسح المستند الضوئي، وبعدين توجهه هو يحدد لك، وقرب الكاميرا وتضغط خلاص الاحتفاظ بالنسخة الضوئية. وبعد ما أخذت النسخة نروح هنا للحفظ هذه اللي على اليسار، بعدين نضغط على السهم هذا ونروح ونقفل الملاحظة، وتصير جميع وثائقك الرسمية موجودة معك، بطاقة أحوال، جواز سفر، مقفلة برقم سري وتتنقل بها على كيفك. وكذا تصير وثائقك الرسمية موجودة معك، تقدر تشاركها وتطبعها في أي مكان وتكون محفوظة معك في جوالك بشكل آمن إن شاء الله.